أيام العمر فرصة ثمينة، ليش نضيع الفرصة علينا؟ أيام العمر فرصة ثمينة، ليش نضيع الفرصة علينا؟ إحنا علينا حقياً حق الدين يا ولدين، يا حق يا عمل ملين قضيني، ليش نضيع الفرصة عليني؟ كل شخص صور الباري فكر عنده وعقل واعي، وقال درب الخير هذا وهذا للشر وانت ساعي، وقال دنيا ودين ذني واجب بعينك تراعي، دنيا تريدك بالجهد تكتسب وتعيش برغد، ودينك يريد بكل عهد تصير مصلح اجتماعي. يا دين انصلح بمجتمعنا، يا دنيا الذي بيها انتفعنا. حسنت. دين الله تجارة وديني أنا خسارة، واحنا بونسة الدنيا التهيني، ليش نضيع الفرصة علينا؟